طلع يا بنت شهريتك، انا قاعد لك هنا من الصبح وحاسبها باليوم. النهارده اول الشهر يعني ميعاد شهريتك. يابا المدام جوزها مسافر وقالت لي هتدفع لي الفلوس لما يرجع. ايوه يا اختي، شغل النور والتلات ورقات بتاع امك، ما انت ورسيله يا بنت ضحى. لاقي هدومك، ها لاقي هدومك، ولو لقيت حاجه ليلتك مش هتعدي. بصي بالسيخ ده وحكويك. لا 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 يا بطل الله، اهو سيخ ايه بس؟ انا عارفك يا سلسال شيطاني. ايه ده يا بنت؟ 20 جنيه؟ ده انت شهريتك 300 جنيه، وواكل شربة مكسية في الفيلا. فين بقيت فلوسك يا بنت؟ يابا مش انا بجهز نفسي، فديتهم لبوحة يعني عشان نكمل بقية العفش. ما انا لو ليا اب يشاورني زي بقية البنات. ويعني بوحة اللي حيشاورك؟ ده واد صايع ومرتجي ولا حيعبرك. فين بقيت الفلوس بقول لك؟ طلعي. خد يابا، بس انا هشتري بيهم السرير والدولاب. هات امك، مش لما يبقى في اوضه الاول؟ وبعدين الشغلانه دي انا اللي مديها لك، يعني النص بالنص، ادي النص بتاعك ده. بس يابا انت كده خدت اكتر من نص ياب. عشان تعرمي تكذبي عليا، عكابا ليكي. اهلا اهلا يا ست الشهور، هتطلعي بقى الغله اللي معاك انت كمان ولا ودي تيجي يابا؟ ده انا ام الذوق كله. اتفضل، ده كل اللي طلعت بيه النهارده، حتى فتشت. لا فتشك ازاي؟ لا كوشت يا بنت. الفردة التانية، الفردة التانية. حاضر اهو. شفت؟ شفت. فك التانية دي، وما فيش ثقة كده خالص يابا، اهو مفيش حاجة. التانية دي ايه؟ ظلمني انت كده على طول. لا تضحك معاك يا بنت، انا عارف انك مخزواني ومثبتاني بس بمزاجي. مش مشكلة، مش مشكلة. يلا نامي بقى عشان تصحى بدري. يلا يلا كوتش يابا. خدي، ويعني بقاسي. بنتي يا شروق، انت اديتي له كل اللي معاكي بصحيح؟ عيب يا بنت، ما بقاش رؤى. انا حصلتي تحت جلد يا بنت امك يا شروق، مخبيه فلوسك تحت جلد رجلك. اما صحيح انت الواعيه اللي فينا، والله يخسر فيه جري الشوارع. تضحك عليا يا بنت ضحى. ما تفيش يا بنت. خد يابا بس ضرب. لا انت يا بنت طيب طيب. يا اختي دي تمن الطقم اللي كنت هروح بيه للبت امل، خدوا الغراب وطار. ايه ده؟ انا مش قلت 100 مره ما تخرجيش من المطبخ من غير مرياله؟ معلش نسيت البس المرياله. امونة يا حبيبتي بالراحه شويه، تعالي يا بنتي هاتي ده. اسمعي انا مش هسمع بغلطه تانية، لو هتغيبي عند اهلك يا ريت تفضلي عندهم على طول. حاضر يا هاني. خش طب المطبخ عشان خاطر تجهزي كده، عايزين نزين البيت. حاضر يا ماما. يا ماما يا واش يا واش، ما بلاش القفش ده. قفش؟ ايه اللغه المنحطه دي؟ انا مش قلت 1000 مره ما ترددوش الالفاظ اللي بتسمعوها في الشوارع وفي الافلام الهابطه؟ يا ماما يا حبيبتي انا قلت لك قبل كده 100 مره ان لازم حضرتك تكبري الجي كده، افهمك يعني لازم حضرتك تفكك منها، تنفضي لها يعني، بمعنى تاني احلقي لها. انا ما قلتش حاجه، ابنك المثقف هو اللي بخ في وشك القاموس كله. يا خسارة تربيتي فيكم، شايف يا عرفت؟ الولاد هيجننوني. أمونة يا حبيبتي بقول لك إيه؟ الأولاد دول بيقضوا نص وقتهم ويمكن أكتر كمان في الشارع وفي الجامعة. وبعدين أنتِ بتعامليهم كأنهم موظفين عندك. يا سيادة وكيل الوزارة بالراحة، واحدة واحدة سيسيهم. وبعدين بلاش قفش على رأي أمونة. قشطة عليك يا عرفت يا جامي بنت. بنت احترمي نفسك. بقول لك إيه؟ أنا بيعجبني كلامها ده. أمونة قولي كل اللي انت عايزاه يا حبيبتي. لا انت ناويين تدمروا سيستم البيت كله. لا ماما على فكره، بمناسبه موضوع السيستم ده، السيستم ده لولادي في اجازه. ليه بقى؟ لان حضرتك قبل كده خدت قرار ان عيد ميلاد أمونة يتعمل في البيت، وبناء على هذا طبعا المنزل هيكون مستعمر من 8 تقريبا لغايه منتصف الليل على الاقل. ايوه
ولا تحبي بقى نعمله بره يا سياده الوكيله؟ لا، في البيت هنا تحت عيني. بس خلي بالك هنهيص ونرقص. بس برضه هنا تحت عيني. بالاثنين، بالاثنين يا مفتري بالجوز، حرام عليك، ارحم نفسك. انت جيت من البلد يا فؤاد؟ يا اخويا لسه واصل. بس انت اخلاقك اتغيرت، والله العظيم اخلاقك اتغيرت، ما بقتش اتهم اللي انا اعرفه، بقيت عامل زي الشباب الخرع اللي كل راسه في الدش والديسكو والحريم والكلام الفاضي. ديسكو ودش وحريم؟ دش ايه يا ابني؟ انت لسه واقف عند الدش؟ ده انت قديم قوي بشكل. طيب يا عم الجديد، فرجني على التصويره اللي كان فيها الحريم. حريم ايه يا عم انت؟ يا عم التصويره اللي انت مطلعها على ال بتاع ده اسمه على اللابتوب. ايوه هو ده. دي حريم، دي اختي وصاحبتها. اختك؟ اي خراب، يا نهار اسود، يا لهوي ولا يما. طب لا لا، انت اظبطني يعني، صدقني. صدقلك؟ صدقلي يا عم، صدق يعني اضربك يعني؟ اضربني قلم صدغ رايح جاي صد رد. يلا. ليه انت عملت ايه؟ انا غلطت في حقك، والله العظيم غلطت في حقك وغلط جامد يعني، بس والله العظيم انا مقصود، وحياه ربنا ورب الكعبه مقصود. خلاص خلاص مفيش حاجة. طب عيني في عينك، عيني في عينك، والمصحف الشريف انت مركز مع صاحبة اختك اللي كانت في الصورة صح؟ عفريت بس صح. بص، حلوة البت، حلوة البت وخمرية يعني. يا وعدي يا وعدي، يا لهو بالي يا امه، حسنها يقول للقمر انفذ يا هبل يا عولي يا ابن الهبل. شفت؟ مش قلتلك لو يعني نظارتها تحس انها فخمه يعني، يعني تحسش انها من ام 8 جنيه اللي في العتبه يعني، نظاره مركب صحيح. نظاره ايه يا عم انت بس؟ اللي لابسه نظاره دي تبقى اختي امل. لا ما يعني، ويا عم انا قصدي اللي هي جنب اختك الثانيه اللي هي اسمها ايه؟ شروق. شروق، لا حلو اسمها والله، يعني تحس ان اسمها اسم على مسمى. بالظبط كده. بس هو للاسف يعني في مشكله، او يعني مشكلتين الحقيقه. الأولانية أهلها. مالهم؟ فقرة يعني؟ فقرة يا سيدي، خدوهم فقرة يغنيكم ربنا. وبعدين الإنسان ما بيختارش أهله يا عم أتا. إيه يعني المشكلة التانية؟ قولي. مش مكملة تعليمها، بس عشان تبقى عارف لو وقفت تتكلم معاها هتلاقيها كده فاهمة أحسن من أي واحدة معاها مؤهل عالي كمان. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، على الحب والعشق والهيان. اتفضل يا روبي، ده ملف شركة التأمين زي سعادتك ما طلبت بالظبط. متشكر. ده عاوز سهرة. عموما لو في أي استفسار أنا تحت أمرك يا باشا. أكيد. بالمناسبة بقى، أنتوا متخصصين في التأمين على المشاريع العملاقة اللي بتدفع لكم سنويا ملايين، خصوصا الأساطيل البحرية والنايل كروز والسفن والعبارات، ها؟ صح؟ صح يا باشا. طب أنا عايز أفهم، إيه الإجراءات المتبعة قبل صدور وثيقة التأمين؟ كله موجود في التقرير ده، بس هتلاقي الإجراءات معقدة شوية.